خلا طريق المطار من زحمته المعتادة، ما سهل مهمتنا باستعجال الوصول إلى محيطه، حيث مقر شركة طيران الشرق الأوسط، شركة الطيران الوحيدة التي لا تزال تسير رحلات يومية من وإلى بيروت. يخيل إليك عند دخول مكاتبها أنه يوم عمل عادي في ظروف طبيعية. يصل أفراد الطاقم تباعاً، يتوجهون إلى غرفة الإحاطة حيث يقدم الطيار معلومات عن الرحلة، خصائصها وظروفها. ظروف دقيقة تخضع لعملية تقييم يومي للمخاطر. تقييم المخاطر أول شيء بدك معلومات، وهالمعلومات بده يكون مبنية على أسس يعني صلبة. نحن عنا اتصالات مباشرة مع دولة رئيس مجلس الوزراء، مع دولة رئيس مجلس النواب، مع وزير معالي وزير الأشغال، مع الجيش اللبناني، مع المخابرات اللبنانية، مع السفارات. لطيران الشرق الأوسط خطط بديلة في حال تطورت الأمور، حتى أنه تم استحداث بعض الغرف لأفراد الطاقم في حال اضطروا للمبيت داخل الشركة، غير أن عزيز استبعد اللجوء إليها. لما نقلنا على سوريا وقت اللي صار وقت سكر المطار كان غير موضوع، نقلنا سوريا وأبرز وقت عملنا تو أدر أوبريشنال سنتر. قبل هيك بالحرب الأهلية نقلنا على باريس، أجرنا طيارات لونجليز. لحديث اليوم بعد ما اجرنا ولا طياره لبرا، اللي هذا بيورجيكي انه عنا ساعه انه ان شاء الله بتخلص عن قريب. رفض عزيز الاتهامات بمخاطرتهم بحياه الركاب بعد المشاهد التي اظهرت طائراتهم تقلع وسط اعمده الدخان. لا، ما بحياتنا خطرنا لا بالطاقم ولا بالركاب. ما تنسي الطاقم ابنائنا، انا ابني كابتن شيرمان، ابنه كابتن، كله عم يطير كل يوم. لطالما كان لمطار رفيق الحريري الدولي ولشركة طيران الشرق الأوسط حصتهما من أي تصعيد إسرائيلي على لبنان. عام 1968 دمرت إسرائيل 12 طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط. عام 1982 دمرت 6 طائرات. عام 2006 دمرت 3 مدرجات، ما أخرج المطار عن الخدمة. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحييد المطار، غير أن التطمينات لم ترق بعد إلى مستوى ضمانات. من بيروت، كريستيان بيساري، العربية.